الفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان في كل مكان. يوم جديد بتجدد اللقاء في حلقة جديدة من صباح الورد. وصباح الورد يا سمر. صباح الورد يا مها, وصباح الورد وصباح الفل على كل الناس الحلوة اللي بيشوفونا النهاردة في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة هنكون معاكم إن شاء الله من 9 لـ11. النهاردة هنبدأ حلقتنا بفقرة الصحافة اللي بيكون فيها قراءة لأهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد أسعد الصحفي باليوم السابع. بعد كده هنكمل كلامنا, يمكن كنا بدأناه مع حضراتكم من كام أسبوع. هنتكلم عن مشكلات العدسات مجهولة المصدر اللي طبعا موجودة في كل المحلات, محلات التجميل, محلات حتى اللي هي بتاعت لعب الأطفال والهدايا وكل ده. موضوع قد إيه خطير جدا وممكن يتسبب في أذى كبير للي بيستخدم العدسات دي. طبعا هيكون ضيفنا إن شاء الله أستاذ دكتور حازم ياسين, أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني. هنختم بقى حلقتنا بفقرة غنائية موسيقية وشوية مزيكا كده حلوة. هنسمع أغاني كتير مع ضيوفنا وهي فرقة أولاد حارتنا الغنائية. بعد الفقرات كده يا جماعة عايزين نقول لكم سريعا عن الترند امبارح اللي كان موجود على تويتر. طبعا الترند كان بيقول اشتقت لك تقولها لمين. ناس كتير جدا عبرت عن اشتياقها لحد وحشها, سواء الحد ده كان موجود لسه عايش معانا او متوفي. لكن كان في مشاعر كتير جدا في الترند ده مختلفة, يعني صحيح. بين ده وبين ده عندنا طبعا يعني هي مشاعر مختلفة. ممكن تبقى حاجة وجدانية انت يعني وحشاك او اشتقت لها. يعني مثلا اسلام دلوقتي بيقول في الهاشتاج بتاع اشتقت لك تقولها لمين, قال انا وحشتني انسانيتي. في كمان اشتقت لك ده وسن بتقول لأخويا الله يرحمه, ولأخويا طبعا والناس ناس كتير كانوا بحياتي اشتقت ليهم. يمكن يا جماعة أصعب اشتياق هو اشتياقنا للناس اللي توفت, يعني صحيح. يمكن ده بيبقى أصعب حاجة, لأن انت مهما كان لو احنا بنتكلم على أفراد أو أشخاص, يعني الناس اللي انت بتشتاق لها وهم موجودين على الحياة ممكن تتقابل بيهم, ممكن تكلمهم, لكن اعتقد اشتياق او ان حد يوحشك هو توفى دي اصعب. بالظبط. في كمان سارة بتقول لنفسي القديمة صداقاتي القدام والذكريات المركونة على رف عتيق. حلو جو حلو الناس تفكر بقى حاجة تاني خالص. يعني انت اشتقت لمين؟ مش لشخص او لفرد او لحد موجود حد, لا ده في ناس اشتقت لنفسها. وفي يعني لسه زي ما بتقولي متوفين اهو برضو رضا بيقول اشتقت لوالدي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. معنا تاني قابوس نور الوطن, اشتقت لمين؟ اشتقت لمن علمنا الحب, ويعني ووهب عمره لأجلنا. نعم نشتاق طلته ونشتاق سماع صوته. دي في العامية. في حد ما بيقول انا لا اشتقت لحد ولا نيلة, انا عايز اخد فولورز وخلاص. ده حد بقى بصي من الاخر دي حنان. ده بقى حنان بتاخد حقها ناشف اللي هو من الاخر بقى. قلت لكم الاخر يعني اشتقنا للناس اللي بوشين من كتر الناس اللي بميت وش. والله يعني عطية صباح الفل يا عطية. والله عطية يعني دي في الجوم بصراحة. بالظبط. طيب احنا طيب يعني هو طبعا الترند عام, يعني اشتقت زي ما قلنا لمين, يعني مين وحشك اذا كان فرد او اذا كان نفسك القديمه. في ناس كتير قوي تقول لك انا وحشني انا القديم, يعني اللي هو كنت بضحك وبهزر وبروح وباجي. يمكن ظروف الدنيا وظروف الشغل والعمل والطبيعه حواليك خلاص, والناس اللي بقت بميت وش, كل ده يعني خلاك تبقى مش انت, بتتعامل بحاجات تانية غير اللي جواك حقيقي. يمكن ده برضو يعد من اصعب تاني انواع الاشتياق بعد ان انت تكون مشتاق لحد توفى. بالظبط بالظبط كده. وبالنسبه بقى انا عندي ملحوظه برضو صغيره, لما الواحد بيقول ان هو اشتاق لحاجه مثلا كانت فيه زمان او في انسانيته او زي ما بيقولوا كده, الوقت مش متاخر, انت ممكن تشتغل على نفسك. صح. ويبقى لازم الواحد دايما يبقى عنده تصالح مع الزمن, يعني لازم يبقى عنده تصالح انه كل فتره ليها الخبره بتاعتها وليها ظروفها وليها احساس معين انت كنت حاسه بيه في الوقت ده. بالظبط. مع الاوضاع الجديده. صحيح. لان دي طبيعه الحياه, طبيعه الحياه التغيير. ما ينفعش حد يفضل واقف, واحد قرر ان هو يقف مكانه يبقى انت كده ميت. يعني صحيح. لازم دايما تتكيف مع الكون والاجواء اللي حواليك, احساسك هيتغير من وقت للتاني. طبعا. تتقبله بكل رضا. اعتقد ان دي اكتر حاجه ممكن تخلي الانسان راضي في حياته, اكتر حاجه تخليك انت اصلا مقبل على الحياه. وعايزين عايز اقول لك حاجه كمان يا مها, ونقول
كل مشاهدينا. يمكن يا جماعه اصلا المشاعر اختفت الفتره دي بشكل كبير جدا في حياتنا، يعني ما بقاش عندنا وقت ان احنا تخيله، ما بقاش عندنا وقت ان احنا ندي مشاعر للناس، ما بقاش عندنا وقت ان احنا نقول الحاجات اللي تربينا عليها، اللي هو شكرا بعد اذنك، لو سمحت، لما حد يديكي حاجه تقولي له ميرسي شكرا. الكلام ده ان انت تعبري لحد عن حبك او عن ان انت وحشك او اشتقتي له او كده، بقى اليوم بتاعك ضايع، يعني انت بتحسي ان اليوم بيخلص من غير ما بتعبري اصلا حتى عن مشاعرك الحقيقيه. بالزبط. ودي حاجه لازم اعتقد تتغير، ونهتم اكتر ببعض، يعني نهتم بالعنصر الانساني جدا جدا، عشان ده شيء دي اهم حاجه على فكره. ايوه اهم حاجه، يعني حتى الشطاره او في الحرفه او حاجه دي ملحوقه، دي ممكن بالتمرين بالتدريب. صح. لكن الانسانيه ملهاش اي تعويض. خلونا بقى نشوف دلوقتي الشوارع عامله ايه او اخبارها ايه في الزحمه مع تطبيق بيقول لك، وده التطبيق الحصري لقناة تان وبرنامج صباح الورد. زي ما شايفين حضراتكم معانا، كوبري اكتوبر من مدينة نصر للمهندسين معظمه بيتحرك، ما عدا من الدمرداش لغمرة ما بيمشيش. لسه على كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينة نصر معظمه سالك، ما عدا من المهندسين لحد شارع العجوزة ما بيتحركش. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد معظمه لطيف، ما عدا من ساقية الصاوي لفندق الماريوت صعب. وكوبري 15 مايو بيقول لك من وسط البلد للمهندسين جميل. صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه ماشي، ما عدا من كوبري الجلاء اللي نفق العروبه صعب. وصلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه كويس، ما عدا من كوبري اكتوبر لحد نفق العروبه ما بيتحركش. المحور من الشيخ زايد للمهندسين جميل. واخيرا المحور من المهندسين لزايد سالك، وجميل ولطيف وكل حاجه حلوه. تعجبني اخيرا قوي دي، اخيرا يعني انا بقولها والله عشان خلاص بقى، يعني بدات اقولها عشان خاطرك. يعني سمر مميزه قوي بكلمه اخيرا، واخيرا دي يعني عشان الناس تعرف ان دي اخر طريق معانا يا جماعه، ده اخر طريق بيبقى، احنا جايين اخرنا بقى هنا، ده اخرنا على فكره خلاص. طبعا دلوقتي هنروح نشوف اهم الاحداث والفعاليات على مدار اليوم في القاهره وبعض المحافظات، وبعد كده بنروح نشوف اسعار الذهب والعملات وكمان الخضار والفاكهه عشان
بنرحب بحضراتكم من جديد وفقرة الصحافة اللي بنقرأ فيها وبنتابع وبنحلل أهم وأبرز العناوين اللي ركزت عليها الصحف النهاردة. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد أسعد الصحفي باليوم السابع. أهلا بيك وصباحك صباح الورد. صباح الخير عليك وكل السادة المشاهدين. طبعا قبل ما نبدأ جولتنا في منشطات الصحف تعالوا نشوف منشطات الصحف قالت النهاردة. نرجع لكم مرة تانية وحنبدأ دلوقتي مع بعض من جريدة الوفد وتحت عنوان انفراجة وشيكة في أزمة مواصفات سد النهضة، رسالة شفهية من السيسي لأبي أحمد بتنفيذ إعلان المبادئ ودعم العلاقات. أرجع تاني لضيفي أستاذ محمد أسعد الصحفي باليوم السابع. عايزين نعرف إيه اللي حصل بالظبط. ملف حساس جدا، اتقال فيه معلومات مغلوطة كتير أو أنباء مغلوطة كتير في الصحافة، فعايزين نعرف بالظبط إيه اللي حصل، إزاي هيحصل تنفيذ دعم المبادئ ودعم العلاقات، ويعني ايه فشل سد النهضه؟ هو فشل فعلا؟ هو زي ما حضرتك قلت كده فعلا دايما بيطلع، يعني يمكن بعض الصحافه بتنشر كلام على سن مصادر او توقعات او غيره على غير الحقيقه. يعني مفيش اصلا حاليا في مفيش ازمه بين مصر واثيوبيا بخصوص سد النهضه حاليا، بالعكس يعني اخر اجتماع اللي هو الاجتماع التوسعي اللي كان عقد ما بين وزراء الخارجيه واجهزه المخابرات العامه كان في شهر مايو اللي فات، وخرجوا منه بانفراجة بالفعل، وحصل مجموعة من الاتفاقات والمبادئ، وتم الاتفاق على تنفيذ إعلان المبادئ اللي كان تم توقيعه في 2015 طبعا بحضور الرئيس السيسي، واللي كان من ضمنها الاتفاق على عدم المبادئ زي التعاون المشترك، زي التفاهم، زي عدم الإضرار أو المساس بحقوق الآخرين. المفاوضات حوالين سد النهضة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا بتتم في إطار وتحت مبدأ أساسي ورئيسي هو عدم الإضرار أو الحفاظ على حقوق الآخرين، يعني كل طرف فينا يحترم حقوق الآخرين في التنمية وحق الشعوب في التنمية وغيره، مع عدم المساس بحق الآخر في التنمية أو الإضرار بالطرف الآخر. امبارح بس أو يمكن خلال اليومين اللي فاتوا كان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قال انه في فشل، ان السد ما قالش ان مشروع السد فشل، هو قال ان الاداره فشلت في استكمال المشروع بالشكل الامثل. نعيد بقى الجمله دي تاني نوضحها لانه يعني ممكن برضو تتفهم. هو القى باللوم على الاداره اللي مسكت السد من 2011 لبدء تنفيذه. ما قالش ان المشروع فشل بشكل تام، او ما قالش صراحه ان هو هيتم وقف المشروع، لكنه قال ان كان القى باللوم على الاداره اللي كانت ماسكه المشروع. انت عارف ان ابي احمد لسه يعني تم تعيينه رئيس وزراء قريبا، مش فهو القى باللوم على الاداره اللي مسكت في 2011 المشروع تنفيذ المشروع. وفعلا احنا لو بصينا كان المفروض ان مشروع سد النهضه هيتم الانتهاء منه في خلال 5 سنين، هو بدا في 2011 كان مقرر ليه الانتهاء في 2015 وافتتاح المرحله الاولى في 2015. احنا في 2018 ولسه حتى الان ما انتهوش منه. كان المفروض تم رصد تكلفه ليه 4 مليار دولار، لكن حتى الان ابي احمد قال انه تم صرف اكثر من 8 مليار و4 من 10 مليار دولار
ليه او حتى الان لم ينتهي يتم الانتهاء منه، وبالتالي هي دي علامات الفشل اللي هو يقصدها وليس فشل المشروع باكمله. اللي هو زي ما بتقول انت ما سلمتنيش الشغل في ميعاده او انت اتاخرت في تسليم الشغل بس، انما هو تكلفه اكتر كمان، وتكلفه اكتر طبعا لانه في تضييع للوقت واهدار للمال. ده طبعا بيثير غضب الشعب عنده، فهو بالتالي هو بيبرئ نفسه، يعني هو يعني هي يمكن محاوله منه اكتر ان هو تبرئه نفسه قدام الشعب الاثيوبي بانه انا ماليش ذنب، كنوع من الشفافيه او التوضيح للشعب هناك يعني. بالظبط، وده برضه خلينا برضه نوضح نقطه مهمه جدا، انه ده ملوش اي علاقه خالص بالزياره اللي مقرر ليها النهارده لوزير الخارجيه ورئيس جهاز المخابرات العامه المصري لاثيوبيا. الزياره دي كان بالفعل بيتم الاعداد ليها قبل كده، ملهاش اي علاقه خالص بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي، وده حتى اللي اكد عليه المتحدث الرسمي لوزاره الخارجيه امبارح، وان الزياره ملهاش اي علاقه بتصريحاته، وان الاجتماعات مستمره دائما بشان سد النهضه، ودايما بيكون في اجتماعات متبادله ما بين كل الاطراف لتنفيذ اعلان المبادئ اللي تم توقيعه في 2015 وما انتهى ليه الاجتماع التوسعي اللي كان في شهر يونيو اللي فات. ننتقل لخبر اخر من جريده الوطن وتحت عنوان الحكومه تعديلات على قانون الثروه السمكيه والصيد وخطه لتطوير منفذ السلوم البري. ايه هي التعديلات المتوقعه في القانون ده، وهل القانون ده يعني هل القانون السابق كان فيه ثغرات مثلا؟ ده كان في اطار اجتماع عقد امبارح رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزارات المعنيه والمسؤولين عن تامين المنافذ الحدوديه في مصر. فيما يتعلق بقانون الثروه السمكيه، القانون ده كان معمول من سنه 83، يعني مر عليه اكثر من 35 سنه مثلا، اللي هو المفروض كان يتطور يعني كان وقتها الاستزراع السمكي بيمثل 5% من انتاج مصر للاسماك، دلوقتي الاستزراع السمكي بيمثل 74% من انتاج الاسماك طبيعي مع زياده السكان بالظبط كده، مع زياده السكان ومع الاعتماد اكتر طبعا على الاستزراع السمكي وغيره، وبالتالي انت في حاجه لتعديلات، لوجود تعديلات في القانون والكلام ده. ده بالاضافه كمان الى بعض المراكب الصيد كانت بتصطاد بشكل غير شرعي، او بعدها كان بيتم استخدامها في تهريب البضائع او غيره. القانون الجديد او المشروع اللي من المقرر ان هو يتم تقديمه هيساعد على فكره وجود اجهزه تتبع في مراكب الصيد، واجبار اللي هم اصحاب المراكب بان هم ياخدوا، عشان ياخدوا رخصه لازم يكون المركب الجهاز دوت، بحيث ان هو يعرف كل مركب بتتحرك فين وتخطط المياه الاقليميه من عدمه عشان ما يكونش فيه اي مشاكل او ما يتمش استخدامها في عمليه التهريب او غيره. ده فيما يخص استزراع السمكي. لما بنيجي نتكلم على منفذ السلوم، تسجيل العقوبات، يعني العقوبات كانت الاول اقل بكتير. العقوبات طبعا اللي هي المخالفين بقى اللي بيصطاد بشكل مخالف او بيخرج خارج المنطقه الحكوميه، هي المشكله في ان احنا نشدد العقوبات ولا ننفذها؟ ما هي المشكله ان احنا بقى عندنا قوانين كتير قوي على الورق لطيفه جدا ما بتتنفذش. يعني عشان كده بنشوف هو المشكله يعني الحقيقه في القوانين الماليه، القوانين اللي كان بقى لها اكتر من 30 و40 سنه معموله وما بتتنفذ اصلا كمان. يعني يا ريتها بتتنفذ دلوقتي. لا اعتقد الاتجاه دلوقتي انه بيتم تعديل القوانين ديت اللي بقى لها سنين كتيره وما بقتش تتواكب مع المرحله الحاليه، الى جانب يعني وجود اراده حقيقيه في تنفيذ القوانين. بالظبط كده. الغرض بقى من تطوير منفذ السلوم، هل ده علشان يقللوا حده التهريب؟ بالظبط كده. هو المنفذ طبعا كان في اوقات خاصه بعد 25 يناير كان في اوقات كتيره كان بيتم اغلاق المنفذ دوت لما يسبب الخطوره، سواء بقى من الجانب الليبي او المصري بسبب طبعا الاحداث اللي شهدتها مصر وليبيا لحد سواء في الفتره ديت، وبالتالي تم وضع خطه لتطوير المنفذ. كان من ضمنها برضه وضع اليات جديده لعمليات تبادل البضائع، ووضع اجهزه الجي بي اس، حتى في افكار ان يتم وضع الجهاز في كل سياره او شاحنه هتخش او تخرج بحيث ان يتم تتبعها من اول دخولها لحد ما تخلص ويتم تفريغ حملتها. طبعا الى جانب برضه تشديد العقوبات فيما يتعلق ب يعني ادخال التكنولوجيا والاجهزه الحديثه في المراقبه، ده هيساعد اكتر. تشديد طبعا الامن ووضع اليات جديده للمراقبه الامنيه وغيره. تمام. من اليوم السابع وخبر الصحف كلها اهتمت بيه، طارق عامر يرفض اقتراحا بالكشف عن سريه الحسابات البنكية. يعني موضوع اقتراح غريب، مين المسؤول عن هذا الاقتراح ومصلحته ايه؟ يعني هو الحقيقه انه ده كان خبر بدايه الازمه اللي حصلت، انه كان خبر منشور من رويترز على لسان رئيس مصلحه الضرائب اللي هو عماد سامي، قال فيه انه هو في مقترح هيقدمه للحكومه، يعني يطالب فيها بتمكين وزير الماليه ان هو يبقى من حقه الكشف على حسابات العملاء والارصده عشان خاطر التهرب الضريبي. ده طبعا ما ينفعش خالص، يعني لا قوانين ولا سواء في مصر او القوانين العالميه او غيره، يعني سريه الحسابات العملاء دي مبدا اساسي ولابد منه.
فطبعا ده تصريح يعني للاسف كان غير صحيح يعني، او مش في محله، ما كانش ينفع يقول كده، لان ده كمان بيأثر على الاستثمار بشكل سلبي. بس هو قال كده بالفعل المفروض ولا اتقالت على لسانه بالخطأ؟ 10 بالليل كده المصلحه اصدرت بيان تاني وقال ان تم تحريف تصريحاتها، لكن يبدو ان كان تصريح صحيح، لانه طارق عامر محافظ البنك المركزي رد عليه، واكيد هو مش هيرد غير لو كان حاسس ان التصريح يعتبر فيه جانب من الصحه، ويأكد على ان هو طارق عامر ان هو لن يسمح ابدا بهذا المقترح. نقدر نقول دي بدايه صدام بقى ما بين رئيس مصلحه الضرائب ومحافظ البنك المركزي؟ لا هو خلاص، هو الموضوع انتهى على كده. اصدره امبارح رئيس مصلحه الضرائب وقال ان تم تحريف تصريحاته، وانه هو كمان اعترف انه القوانين الحاليه سواء بقى قانون الدخل او قانون البنك المركزي، يعني نقول ان الموضوع اتقفل على كده، مفيش بقى لت وعجن بالبلدي كده زي ما بيقولوا. اتقفل بتصريحات طارق عامر، واتقفل بالبيان اللي اصدروه امبارح الساعه 10 بالليل مصلحه الضرائب، واكدت فيها انه مفيش اي مقترح زي دوت، وان هو تم يعني التلاعب في التصريحات اللي هو قالها، واعتقد الموضوع منتهي. لان طبعا سريه الارصده اللي حضرتك منتهي. بتقول عليها ده طبعا امر مفروغ منه، وده بيتعمل ده قانون عالمي يعني. مفيش حد كمان يملك الكشف على سريه المصادر، يعني حتى لو حد متهم في جرائم او غيره لازم النائب العام يقدم طلب للمحكمه، والمحكمه تفصل فيه، تعقد وتفصل فيه عشان تطلع على كشف حد او على ارصده حد، فالموضوع ما هواش بالصوره دي ابدا يعني. طبعا نروح بقى لجريده الشروق، وتحت عنوان التعليم الانتهاء من شبكات الانترنت الداخليه في المدارس قبل بدء الدراسه، عايزين نعرف بقى كواليس الخبر وليه الوزاره احيانا بتتاخر في تحديث يعني البنيه التحتيه للمدارس. هو بص، خلينا نقول ان احنا دلوقتي بصدد منظومه جديده تماما للتعليم. المنظومه دي كانت بتطلب بنيه اساسيه جديده متعلقه بقى بتوصيل شبكات داخليه للانترنت في كل المدارس بشكل طبعا قوي، لان كل الطلاب هيستخدموا التابلت، وتوفير طبعا اجهزه التابلت للطلاب من الاساس وغيره. حتى الان لا، يعني وفقا لتصريحات وزير التربيه والتعليم واللي صدرت من مجلس الوزراء ووزاره الاتصالات اللي مسؤوله عن توصيل الانترنت للمدارس، كلهم بياكدوا ان التجهيزات والاستعدادات بتتم بشكل كبير جدا، وسابقه كمان الخطط الموضوعه. يعني هو كان قايل انه تم انجاز 77% من المدارس اللي المفروض يدخل لها الانترنت، كان المفروض يدخل يعني خلال اليومين دول يكون مدخل مثلا 1200 مدرسه، هو قدر يدخل ل 1837 مدرسه من قصر 2378، وبالتالي هو سابق الخطه كمان اللي هو حاططها، وقال ان كل الاستعدادات بتتم بشكل يعني هيبقى تقريبا متوازي او هيبقى مناسب مع ميعاد الدراسه. مع ميعاد الدراسه وقال كمان ان اجهزه التابلت تم الانتهاء من تصنيعها الكبير جدا منها، وهيتم توزيعها على الطلاب مع بدايه دخول المدارس. تمام. من جريده الشروق وتحت عنوان الزراعه، التعديات على الاراضي الزراعيه تراجعت بنسبه 80% خلال اجازه العيد. احنا بنتكلم يعني ده انجاز، يعني 80% نسبه كبيره جدا في خلال ايام العيد، تفتكر ده راجع ليه؟ هو طبعا ده طبعا انجاز كبير جدا، لان احنا عارفين قد ايه كان في تعديات على الاراضي الزراعيه خلال السنين اللي فاتت، طبعا بعد ثوره 25 يناير والاحداث اللي حصلت. ده طبعا راجع اولا لوجود اراده في مكافحه التعديات على الاراضي الزراعيه، ثانيا بسبب طبعا تشديد العقوبات وتوعيه المواطنين بانك لو اتمسكت في حاجه زي كده هتتحبس مده لا تقل عن 5 سنين. وفي نفس الوقت تمكين وزير الماليه وزير الزراعه عفوا من وقف المخالفات. كان عندنا مشكله كبيره قبل القانون الجديد دوت، ان كان في مخالفه بترتكب، هو لا يملك، كان وزير الزراعه او المسؤول لا يملك ان هو يوقف المخالفه، هو كان يملك انه لازم يرفع عليه قضيه، والقضيه تقعد سنين في المحكمه، فبعد كده نتفاجئ انه خلاص بنى وبقى في امر واقع قدامه، وبعد كده يمشي في اجراءات التصالح وخلاص كده الارض باظت وتم تبويرها وما يقدرش. اللي هو لي زراعة الدوله برضه، ان انت بتتعدى الاول وبعدين تجبر الدوله مع مرور السنين بانه قنن الوضع بقى، خلاص باظت يعني. دلوقتي لا، هو يملك انه يوقف المخالفه ويزيلها تماما، ويامر كمان صاحب المخالفه ان هو يزيلها على حسابه الشخصي، يعني انا مش بس هاجي وهد اللي انت بنيته، انت اللي هتتحمل تكلفه الهد دوت عشان يتعلم ما يعملش كده تاني. بالظبط كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه فعلا كان في الاعياد والمواسم والاوقات اللي بيبقى فيها اجازات كبيره، كان الموظفين طبعا زمان بياخدوا اجازات في الفتره ديت، وبالتالي مفيش اي رقابه، فكانوا بيستغلوا الفتره دي في خلال اسبوع يكون بنى وقدر يطلع على الادوار. دلوقتي لا، مبقاش في اجازات في الفتره ديت، وبقت الرقابه موجوده. يمكن في يوم الوقفه بس تم رصد 106 حاله تعدى على الاراضي الزراعيه في محافظه الشرقيه وكفر الشيخ، فدي نسبه كبيره. احنا موضوع الاجازات بصراحه كتير
يعني احنا بيبقى اجازه اربع ايام. انا ما عنديش فكره هل الشعوب الاخرى يعني اجازاتهم برضو كتير قوي كده السنويه؟ يعني هو نعرف ان يعني الشعوب يعني اعرف ان برضو اسمع عن الشعب الامريكي ان برضو هم احتفالاتهم كتير، بس احنا برضو كل شويه اجازه رسمي بسبب مناسبه معينه. ده حاجه صحيه ولا الحقيقه؟ ده بينطبق طبعا على كل بعض الفئات مش زينا. انا خدت اجازه يوم واحد بس في لا احنا بالذات احنا لكن طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع زياده عدد الاجازات، واحنا كمان بنحب الاجازات بشكل كبير. فمثلا اجازتنا لو العيد يعني عكس يعني الكوكب اليابان بيزعلوا لما بتديهم اجازه الناس عايزه تشتغل. احنا بنحب الاجازه. اجازه العيد كانت من الاثنين اعتقد للاربع، فكتير خد معاهم الحد، وطبعا الجمعه والسبت كان اجازه اصلا. وبعدين يقول لك بريدج، اجازه بريدج. هو خد 10 ايام مثلا. بس هتلاقي اللي عمل كده دايما اللي يعني الموظفين الحكومه بشكل اساسي. يعني القطاع الخاص يمكن ما بيسمحش بالاجازات الطويله ديت طبعا، لكن للاسف احنا عندنا مشكله كبيره في القطاع الحكومي، موظفين الحكومه. وطبعا هو ما حدش يقدر يقول لهم لا، لانه في الاول وفي الاخر عنده اجازات عارضه، اجازات سنويه، فما حدش يقدر يقول له لا مش عادي. على فكره دي قوانين زي ما اتحطت ممكن تتعدل، يعني اصل يعني ممكن. احنا في ممكن وقت ممكن عدد الاجازات ممكن يعني ما احنا في توقيت إيه لازم نشتغل، ما فيش هزار. يعني احنا بنقوم دوله ويعني لا، وفي تنميه مستدامه وفي 2030، لا في حاجات جت جديده، فمش هيبقى مناسب ليها الكلام ده. يعني ربما يكون كلامنا ده منطلق الحقد عليهم، لان انا خدت مش كده طبعا هو اكيد يعني، بس برضه لازم نشتغل. هنروح بقى لبوابه المصري اليوم، واللي عامله تقرير صحفي عن وقائع القتل اللي للأسف شهدناها اليومين دول، وتحت عنوان بعض قتل آباء لأطفالهم، خلاف فقهي وقانوني حول العقوبة وخبير نفسي يعلق. الموضوع محتاج إيه؟ الحقيقة أنه إحنا نفسنا بنسمع كتير جدا لرجال الدين ورجال القانون والأطباء النفسيين. أحيانا في جرائم معينة مثلا بتظهر على المجتمع في أوقات الضغوط الاقتصادية أو غيره، لكن الجرائم دي ما هيش متعلقة بضغط اقتصادي. يعني لما أم تقرر أن هي ترمي عيالها في الزبالة عشان خاطر التلاتة لما اتحرقوا اللي هي الأطفال المريوطية دول، ده ملوش علاقة بوضعها الاقتصادي، ده ليه علاقة بثقافتها هي وبعلمها، وهي عارفة الصح من الغلط، وإزاي هي تتعامل مع عيالها دول. بيرجع لتربيتها البيئية والمجتمعية. لما أب يقرر يرمي عياله في ترعة، ده ملوش علاقة بوضع اقتصادي، بل بالعكس يعني هو كان ميسور الحال. فالموضوع يمكن يعني محتاج رأيك توعية إيه دينية. في ظل الراجل اللي هو ألقى بأطفاله في الترعة الفترة اللي فاتت، شفنا محللين استراتيجيين معرفش اسمهم ايه او جنائيين قاعدين طول الوقت يقولك ايه، لا هو ما قتلش على فكرة، هو أجبر على انه يقول كده. بتشوف ده ازاي؟ يعني على مواقع التواصل الاجتماعي عمالين يشككوا. أيوة. فان يعني مين اللي هيبقى مستفيد مثلا؟ هو يعني مثلا امبارح تم تصويره فيديو هو بيعترف بكل تفاصيل الواقعة جدا وبكل برود. هو اللي كان غريب اللي انا استغربته ان في حد بيحلل الفيديو ده، يعني يقول لك لا ده بالادله وبطريقته وباسلوبه باين ان هو ما عملش كده، ده حد اجبره ان هو يعترف هذه الاعترافات. الموضوع التشكيك ده، هو الحقيقه جزء منها تشكيك وجزء منها برضه عدم تصديق الواقع نفسها. يعني احنا من مش كتر ما هي صادمه بالظبط، يعني احنا ما كناش مصدقين ان ام ترمي ثلاث جثث لعيالها في الشارع، مش مصدقين ان انت الاطفال كلنا صورهم قد ايه، هم اطفال صغيرين وكلهم فيهم براءه، وانت تاخدهم ترميهم في ترعه. يمكن ده هو اللي مخلي الناس كتيره تشكك في الموضوع، لكن الواقعه طبعا يعني صحيحه وراجل معترف بالفيديو، بس احنا بس مش قادرين نتخيل حجم البشاعه اللي في الموضوع. كان في بعض الاخطاء كمان، او يعني يمكن منتشر احيانا، انه بيقول لك اصل يعني لو الاب قتل ابنه دي برضه ايه، ما هياش نفس يعني مش بنفس الجريمه اللي لو واحد في شارع قتل، اصل ده ابنه عادي يعني. ده مش صحيح تماما، يعني القانون لما بيتعامل في القضيه زي دي، بل بالعكس لما اب بيقتل ابنه عمدا بياخد عقوبه مشدده اكتر من لو واحد في الشارع. يعني عشان خاطر يمنع القاضي يمنع انتشار مثل هذه الجريمه، او الاب يفتكر انه عشان ابنك فانت تضربه زي ما انت عايز او تقتله او الكلام ده كله. فده مش صحيح خالص، بالعكس بيتم التعامل معاه في القضيه ديت زيها زي اي قضيه قتل، او لو ضربه او تعدى عليه بيتم التعامل معاها نفس الموضوع بالظبط في نفس صحيح. لا وفي الولايات المتحده لو تم اثبات ان في اب او ام بيمارسوا العنف مع الاطفال بيتسحب منهم الطفل اصلا، يعني الدوله بتاخد منهم الطفل لانهم غير مؤهلين للتربيه. فالفكره هنا مش فكره قوانين، لان هو بالفعل جرائم القتل طبعا ما فيهاش كلام، فيها اعدام طالما في قتل عمدي مع سوق الاصابه والترصد، لكن الفكره يمكن محتاجين توعيه اكتر دينيه واخلاقيه، يمكن محتاجين دعم كبير يقوم بيه بقى مثلا الاجهزه المعنيه مثلا، او يبقى في جلسات في القرى وفي الاماكن اللي ممكن الناس تكون فيها فاهمه الدين غلط، او فاهمه او عندهم افكار مغلوطه،
يتم تصحيحها، محتاجين يمكن جلسات تأهيل نفسي أو يبقى نستضيف عدد كبير من الأطباء النفسيين بشكل كبير لتحليل الظواهر ديت ومعرفة أسبابها وتوعية الناس. يعني الله أعلم إحنا فعلا محتاجين نوقف، لأن الواقعة بقت غريبة جدا. أعتقد ده برضو بيلقي الضوء على نقطة مهمة جدا، إحنا عندنا ثقافة غريبة قوي إن الخلفة دي هي التطور الطبيعي للزواج. لا على فكرة، مش كل الناس مؤهلة إن هي تكون تربوية، يعني لا ممكن تتجوز بس ده ملوش علاقه ان انت تخلف، انت تكون غير مؤهل نفسيا اصلا لانك تكون اب او تكوني ام. فاعتقد ان دي نقطه مهمه قوي القاء ضوء عليها. يعني جريمه الماريتالي ده محتاجه، يعني الست دي محتاجه مش بس ان هي مثلا يتم بقى التعامل معها قانونا وقوه مشدده وغيره، لا دي هي محتاجه ان هي يتم كده يعني نوقفها كده ونفهم هي ازاي وصلت للمرحله دي. صحيح، يعني ان هي خلفت ثلاث عيال من ثلاث ابهات مختلفين، في الاخر كتبتهم باسم واحد رابع، ولما كانت بتسيبهم في الاوضه وتقفل عليهم كل يوم وتمشي وترجع. او واحد مدمن مخدرات، انت اصلا مبدئيا من البدايه بتتجوزيه ازاي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، ده ازاي انت متخيله انه ممكن يكون اب لاولادك مثلا؟ يعني ما برضو في حاجات مفيش عقل فيها خالص. كمان حصلت من يومين الست برضو اللي رمت عليها افتراء عشان تنتقم من زوجها، يعني تخيل مثلا حبت تضايقه فرمت العيال في الترعيه، واحد منهم مات برضو والتاني عايش. فاللي هو يعني بيتم التعامل مع الاطفال او مع الابناء دي من بعض الاباء والامهات بشكل الحقيقه اللي هو يعني ايه، زي ما بيقولوا كده، لما بنشوف الحيوانات في الشارع بيهتموا بالاطفال اكتر بعيالهم يعني اكتر من البعض. طبعا لا، دي مخلوقات على الفطره، يعني ما فيهاش هذا الغدر. يعني احنا بنشكر طبعا حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد اسعد الصحفي باليوم السابع على جولتنا في فقره الصحافه. مشاهدينا طبعا احنا يعني قبل اما نطلع فاصل ونرجع بفقره تانية، دكتور حازم ياسين طبعا حصلت له ظروف وهو اعتذر عن ان هو يظهر معانا على الهواء مباشره، فاحنا طبعا بنعتذر عن الفقره دي، ولكن بعد الفاصل هنرجع نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مره تانية، وحاليا طبعا احنا بنتكلم في مشروعات قوميه كتير جدا شغاله في البلد، لازم نركز على ملف استرداد الاراضي المعتدي طبعا عليها، لان هي في النهايه دي ارض تابعه للدوله، ازاي بتتاخد وايه اللي بيحصل عليها، اراضي زراعيه بيتم البناء عليها، كل ده لازم نتكلم فيه. وفي هذا السياق بيشرفنا ان يكون ضيفنا في الاستوديو الاستاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. صباح الخير يا فندم واهلا بيك. أهلا بحضرتك وصباح الخير. وعايزين نعرف في البداية، هل في حصر لحجم الأراضي اللي تم استردادها مؤخرا من قبل الدولة؟ يعني احنا دلوقتي احنا بنتكلم في يعني عندنا مسارين، مسار الاسترداد اللي بيتم، وده بيتم من خلال موجات إزالة بيتم. احنا كان اللجنة كانت بتنفذ أو تحت إشرافها تم تنفيذ الموجة العشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والموجة العشرة ديت حققت يعني ما يقرب من 23 ألف فدان وأكثر من 1,750,000 ألف متر مربع كان متعدي للموجة العشرة فقط. ده كان متعدي عليهم يا فندم؟ كان متعدي عليهم أراضي الدولة على مستوى كل المحافظات. تمام. فدي موجة واحدة من 10 موجات إزالة. تخيلي بقى إنه في كل موجة نفس الرينج يعني مثلا، تقريبا نفس الرينج كده أقل شوية. لما تيجي تبص على ده، انت بتتكلمي على إرادة الدولة هنا تحققت في انه لا، فكرة انك تتعدى على أراضي الدولة وكأن ملهاش صاحب، لا الموضوع ده انتهى والظاهرة دي لابد ان تتوقف، لانه أراضي الدولة لها صاحب وهو الشعب. طب والدولة هي حريصة وأمينة عليها، ولابد ان تعود هذه الأرض للشعب، لانه ما ينفعش ابدا احرم منها المواطنين عشان حفنة قليلة من الناس يستغلوها ويستفيدوا منها، تسقعها، تحقيق مصالحهم، تحقيق مليارات، هذا ده امر غير مطلوب وغير منطقي. لسنين طويلة قوي كان يعني بعض المتجاوزين بيقوموا بلي زراعة الدولة، يعني احطه قدام الامر الواقع فيقنن الوضع، ايه اللي حصل عشان نوقف ده؟ انت اللجنة لما لجنة استرداد أراضي الدولة لما تشكلت في 2016 ودي كان أول لجنة تشكل بقرار رئاسي في 2016، وده بيدي مؤشر إنه هنا في رغبة أو إرادة سياسية لجهة قيادة الدولة طبعا إنها تسترد حق الدولة. حق صح. تمام.
اللجنه من 2000 من فبراير 2016 حتى الان ترأسها يعني اثنين من رؤساء الوزراء السابقين المشهود لهم بالكفاءه، مهندس ابراهيم محلب اللي بدا اللجنه وعمل فيها شغل جاي متميز هو وكل الناس اللي كانوا موجودين واحمد جمال وكل الناس بقى. ثم جاء المهندس شريف اسماعيل استكمالا بقى للي الفتره بدأ. الماضيه صحيح. استكمل وبنفس القوه وبنفس الجديه واستكمال هذا اللجنة. فاللجنه كان هدفها الاساسي انها تفصل ما بين حاجتين، ما بين انه البعد الاجتماعي اللي الدوله بتحافظ عليه وترعيه، انه في ناس فعلا وضعوا يدهم على اراضي الدوله لكن في ناس بنت عليها، في ناس استثمرتها، في ناس صحيح. عمرت، في ناس زرعت. ده الرئيس كان واضح جدا لما قال ان دول طالما استثمروا واثبتوا جديه تعالوا نقنن لهم، مش هنهد وضع قائم، انما يدفعوا هم حق الدوله حقيقي ونقنن لهم يبقى وضعهم قانوني. ده كلام عاقل ومتوازن جدا يعني. الجانب الاخر هو اللي تعدى على اراضي الدوله وحابب يبلطج على الدوله وحابب يتربح منها وحابب يسقعها عشان يبيعها مباني او ايا كان، لا هنا ده خط احمر. صحيح بالظبط، خط احمر وان الدوله لابد ان تسترد. وعشان كده كانت في اكبر موجه ازاله تمت في تاريخ مصر اللي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه واشرف عليها بنفسه، اللي اعلنها في قريه المراجده في انا حقيقي في 15 في مايو 2017 وتم اعلان نتائجها في اول 6/2015. كانت نتائج طبعا غير مسبوقه في ازاله التعديات. ثم استكملت بعد كده اللجنه موجات الازاله اللي تمت اللي وصلت النهارده زي ما قلت لحضراتكم الى 10 موجات. هدفها الاساسي انه ازاله ثلاث انواع من التعديات. واحد، التعديات او الاراضي التي لم يقدم عنها طلبات تقنين. تمام. لإيه؟ الحد اللي مش عايز يتصالح او يدفع للدولة حقها. طالما انت ما قدمتش طلب تقنين في الفتره المحدده اللي فتحتها اللجنه يبقى انت فأنت كده بتدي نيتك وبتعلن نيتك انك مش عايز. بمعنى زي ما بنقول. اثنين، الاراضي التي لا يجوز تقنينها. ليه؟ في اراضي وضعت اليد عليها لكن هذه الاراضي مملوكه لجهات لا يجوز تقنينها. اراضي الاثار غير مقننه. الاوقاف مثلا، اراضي بعض اراضي الاوقاف لا يجوز تقنينها. اراضي القوات المسلحه لا يجوز تقنينها. طب الاراضي المخصصه لمشروعات قوميه لا يجوز تقنينها. وبالتالي كل هذه الاراضي اذا تم التعدي عليها فبيتم ازالته بموجات ازاله. رقم ثلاثة، الاراضي اللي وضع اليد عليها لكن لم تستثمر وتركت بور من اجل تسقيعها عشان يكسب فيها هو على المدى. هنا ده بالظبط، هنا ده لابد ان يتم ازاله. فالثلاث حالات دول موجات الازاله شغاله. ويمكن في الاجتماعات الاخيره مهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنه كان شدد بشكل واضح ان موجات الازاله تستمر ولا تتوقف، لانه لا يمكن ابدا ان الدوله تسمح او تعطي فرصه لاي متعدي ان يحاول يجد زي ما حضرتك قلتي او يفرض امر واقع. صحيح. لا، ما بقاش في امر واقع على الدوله المصريه. الدوله المصريه بقى في قانون بيطبق على الكل. دوله القانون يطبق على الجميع، وبالتالي ما فيش مساحه ابدا للمتلاعبين والمتجوزين ومن يريدون ان يمارسوا سطوه او نفوذ على الدوله المصريه. ما بقاش في ده، بقت في دوله وفي قانون يطبق على الجميع. عشان كده اتفضل. لا اتفضل حضرتك. عشان كده بقول لحضرتك ان رئيس اللجنه المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس المشروعات القوميه والاستراتيجيه كان واضح جدا في خلال الفتره ديت او الاستكمال دور اللجنه انه يحدد مبادئ اساسيه في العمل، منها عدم الصمت، وان مش هنستنى نقول دي في موجه جايه بعد شهر في موجه. لا، اي تعدي المحافظات والاداره المحليه تقوم بازالته على الفور. ما تديش فرصه اني استنى لما اعمل اجراءات. وكمان ودي نقطه برضو مهمه جدا، ان وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه بتساهم بدور مهم جدا دلوقتي. ان فكره لو نفتكر زمان كان بعض الجهات كان بتتحجج بما يسمى الدراسه الامنيه. يقول لك انا مطلع قرار ازاله بس الدراسه الامنيه بتقول لا لسه او لسه ما خلصتش، واصل الدراسه الامنيه بتقول ان الازاله صعبه عشان في ظروف امنيه. لا، النهارده وزاره الداخليه اي تعدي على ارض الدوله فورا بتوصلها المعلومات، بيتم تجهيز القوات انفاذ القانون بالتعاون مع القوات المسلحه لتنفيذ الازاله. ده يدي صوره قد ايه في تناسق وتكاتف تنسيق كامل. صحيح. ما بين اجهزه الدوله للحفاظ على اراضي الدوله بتدير وبتشرف عليه لجنه استرداد اراضي الدوله بس مهندس شريف اسماعيل، بتنسيق الان ما بين الداخليه والقوات المسلحه
والإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية سواء زراعة أو أوقاف أو إسكان أو آثار أو أي أو سياحة أو وزارة الصناعة، كل هذه الجهات شغالة، الأجهزة الرقابية، الرقابة الإدارية موجودة في كل المحافظات وبتتابع هذا الأمر وتقدم تقارير عنه علشان بعض الحاجات الخاصه بالموضوع. ما بقاش في فرد واحد او وزاره واحده هي اللي بتقوم بالعمل ده، بقى في دوله فعلا مع بعض، دوله تحافظ صحيح. على اراضي، على اراضي الشعب، دوله تواجه المتعدين وتواجه من يحاولون ممارسه البلطجه والخروج على القانون، وبالتالي بقى في ردع واضح وبقى في خوف، بدليل انه نسبه التعدي على الاراضي النهارده بدات تبقى اقل بكتير جدا، 80% في ايام العيد يعني. دي طبعا هنتكلم حضرتك بتتكلمي 80 ده اللي بتتكلمي عليه الاراضي الزراعيه، الرقعه الزراعيه صحيح، البناء على الاراضي الزراعيه، لكن بتكلم على اراضي الدوله صحيح، الدوله النهارده ككل لانه بقى في سيف القانون بقى موجود، قوات انفاذ القانون بقت جاهزه في اي لحظه بتبلغ بتعدي على ارض الدوله، يتم التعامل فورا. هنا بياتي النقطه الثانيه انه طيب هو نقدر نسمي ده يا فندم الاستراتيجيه اللي حضراتكم شغالين بيها لاسترداد باقي بقى الاراضي يعني التعامل الفوري. انا بتكلم في الجانب المتعلق بالازاله، لكن في جانب اخر اتمنى ان يتسع وقت الحلقه ل الكلام عنه اللي هو التقنين. بس انا ليه بقول الازاله ومركز فيها؟ لان هنا هنا قوه الدوله، اراده الدوله، انه اراده الدوله لا يمكن ابدا أن تغلبها إرادة الأفراد. مش هاخد حاجة بالإيد، مفيش دولة قانون يغلبها إرادة الأفراد. دولة القانون تغلبها إرادة الدولة اللي طب طب ما تيجي نوضح للمشاهد أكتر إيه المقصود بتسقيع الأراضي؟ بمعنى أنا جبت أرض وعملت الإجراء الأولاني إن أنا قدمت طلب تقنين، يعني مشيت قانوني أهو، وتوافق على طلب التقنين أو توافق على تقنين الأرض دي، ولسبب ما انا سبتها سنين كنت ناوي ابني عليها او ما كانش معايا سيوله ان انا ابني عليها وما بنتش، بيبقى وضعها ايه؟ وضعي يعني، وضعي انا ايه كمالك بقى؟ هل برضو هيتم يعني وضعي تحت قائمه فيما يتعلق بان حضرتك اشتريتي بشكل قانوني من الجهه المالكه للدوله او الخاضعه عليها الارض ديت، في قانون بيحكم كل جهه. يعني لما تيجي تروح مثلا للتنميه الزراعيه بيديك عدد سنوات محددة لازم تبدأ تزرع فيها. إذا ما زرعتيش وانت غير جادة. أنا على فكرة وهو الناس لازم تبقى فاهمة حاجة. أنا لما بدي لك أرض عشان تزرع أو عشان تعمل عليها مصنع أو عشان تبني عليها، أنا ما بديها لكش كده بقول لك اتفضل خد افعل فيها ما تشاء. هدفي الأساسي الاستراتيجية بتاعت الدولة بتكلم عليها الأستاذة اني انا انمي الارض دي صحيح، يبقى في استثمار، يبقى في عجله عمل شغاله عشان دي تعود وتضيف الى الناتج القومي المصري. طب انا النهارده ما عملتش ده، يبقى انا عطلت جزء من الاستثمار في اراضي مصر. لا انا قصدي لو انت هتشتري ارض عشان تبني عليها فيلا، حتى لو هبني فيلا ليك وبيت، اللي بيت في وقت محدد، انا بديك وقت محدد. طب سي مثلا قلت لي قدامك 5 سنين كويس تكوني بداتي تبني، وانا حصل انه تعثر مادي ما عرفتش ابني، ابيعها بقى وارجعها لك ولا اعمل يعني ايه؟ بتبقى في اجراءات انا يعني لان كل جهه بتبقى ليها اجراءاتها، هيئة التعمير غير هيئة المجتمعات العمرانية، كل جهة لها قانونها ولها طريقتها في التعامل. لكن في النهاية بيبقى في فصل طبعا بين واحد تعثر وواحد هدفه التسقيع أو تحقيق مصالح، يجيب منها مكسب أنا مادي. مش عايز أدخل في ده لأن أنا مش متخصص فيه، كل جهة متخصصة في القانون بتاعها. إنما الشكل العام لينا إن هناك استراتيجية للدولة، إن أنا لما بقول المنطقة دي هنميها سكنيا أو عمرانيا أو زراعيا أو صناعيا أو سياحيا، أنا ما بديهالكش عشان تنام بقى 20 سنة 30 سنة، لا ده انا بديها لك لاني انا عامل حساب ان المنطقه دي هتنمى بشكل كامل. هي مهمه النقطه صحيح. دي الهدف من السؤال نوضحها للمشاهد عشان ممكن البعض يقول لك ايه ما انا ما حدش قال لي، طب انا مظلوم، طب انا مش قصدي. بالمناسبه العقد اللي بيمضي عليه في هذه الشروط قبل ما يروح معلنه هذه الشروط صحيح. حضرتك لما بتيجي النهارده تاخد اراضي، الاراضي بتاع الاراضي بتاعت الدوله حتى العمرانيه اللي بتعلن عنها النهارده بتقول لك في الشروط ان تبني خلال مده كذا، 3 سنين مثلا، وتبني بشروط بنائيه كذا وكذا وكذا. فكره الجهل، انا اسف طبعا مش جاهل بمعنى جاهل، لا الادعاء بان انا كنت جاهل بالشروط ديت، لا مش غير متوفره بالمره، لان كلنا مش معنى بنبقى حافظين قوي حقوقنا يعني بنبقى حقوقي حافظها قوي، اما حقوق الدوله احنا تعودنا ننساها ودي مشكله، تعودنا نيجي عليها. احنا محتاجين نبقى عندنا ثقافه زي ما انا في حقوق وواجبات حافظ حقي وبدافع عنه. الدولة بالمناسبة حق الدولة هو حقي في النهاية صحيح، حق الدولة هيرجع مرجوع ليا، الجنيه اللي انا بدفعه هيرجع لي تاني في خدمات، هيرجع لي في اي صح. هيرجع لي في مستشفى هروح لها يوم تعبان، هيرجع لي في مدرسة محتاجها، هيرجع لي في طريق بمشي عليه، هيرجع لي في اي خدمة امن،
رجع لي في امن انا بقى انا عايش فيه دلوقتي. وبالتالي لابد ان احنا نغير ثقافتنا. فده الجزء الاولاني، جزء الازاله، ان هناك دوله الان تنفذ وقانون يسري على الكل، انه ما فيش بلطجه على الدوله، ما فيش تعدي على اراضي الدوله، ما فيش ممارسه اي نوع من انواع الخروج على القانون ضد الدوله وضد اراضي الدوله. وهذا اللجنه تشرف عليه باسمهندس شريف اسماعيل بكل قوه، وهناك تنسيق مع مجلس الوزراء طبعا بشكل واضح مع كل جهات الدوله لتحقيق هذا الهدف. الجانب الاخر بقى هو جانب التقنين. تمام، انا حد مخالف دلوقتي، تمام، وانا عارف ان انا مخالف، بس انا عايز اعمل تصالح واتصالح مع الدوله، ايه المفروض يعني اتبعه عشان اقنن وضعي؟ لا، هو كان المفروض خلصت كده، يعني هو المخالف هيفضل خلاص مخالف ويزيد. اللجنه برضو فتحت مده التقنين، تقديم طلبات تقنين لغايه 14/6/2018. ده كان اخر موعد. وقعدنا كلجنه، وانا كمتحدث اعلامي باسم اللجنه، بنقول للناس اخبار في الجرايد، القنوات المصريه كلها بما فيها طبعا حضرتك بتتكلم على العقاري اللي هو اللي عندك حاجه عقاريه او شقه، صح؟ لا بتكلم على اراضي زراعيه، على اراضي زراعيه وحتى اراضي بناء مثلاً في بعض المناطق. تمام، قلنا ان كل من وضع يده على اراضي الدوله سواء زراعه او بناها يجي يقدم طلب عشان تقنينها، يقنن، يقول انا عايز اقنن، ورقه بس يقدمها كده، بيمشي عليه الاجراءات وبيتم تقنين الارض. واكتر من اقول 100 مره نؤكد على الميعاد. 14/6 توقف خلاص، وبدانا النهارده بنتكلم. تلقت اللجنه كام حتى الان؟ تقريبا حوالي 280 الف طلب تقنين. ياه. على مستوى المحافظه. طب والمتبقي يا فندم، المخالف لحد الان؟ اللي قدموا بقى. لا، انا قصدي المخالف لم يقدم طلبات تقنين هيتم الازاله، هيضم لموجات الازاله. لانه يعتبر مخالف. ليه؟ انا قلت من ضمن الحالات الثلاثه الاراضي التي لم يقدم عليها طلبات تقنين. طب في سؤال، في استثناءات لاي حد يعني مثلا واحد كان مسافر بره زي ما مها كانت بتقول من شويه، ما لحقش يقدم يوم في شهر 6، هل في استثناءات للناس دي ولا طيب اتقفل تماما؟ انا الباب مفتوح على مدى اكتر من سنه ونص، ثم تأكد كمان خلال 6 شهور من 12 لشهر 6. هل في اي حد يقدر يتكلم في عذر عن هو؟ لا، اديته فرصه كامله للناس كلها، واللجنه كانت بشكل اسبوعي واحيانا بشكل يومي تؤكد على الميعاد. طب الازاله دي بقى لما بتحصل بيترد له المبلغ الاصلي اللي كان دفعه من كام سنه في شراء الارض دي ولا ولا دي كمان؟ اللي بتكلم عليه ده ما دفعش اصلا، من وضع يد. اوكي، ده وضع يد. ده وضع اليد دي كانت بقالها سنين معموله كانها قانون، يقول لك الارض دي بتاعتي وضع يد. فده وضع يد. فاللي ما قدمش طلب هيضم لا ده يستاهل بقى، هو ايه الوضع يد دي؟ طيب اللي قدموا طلبات ال 280 الف طلب دول، النهارده بيتم تحصيل رسوم المعاينه والفحص لطلباتهم، ولجان المحافظات شغاله النهارده تحت اشراف اللجنه في فحص هذه الطلبات كلها ومعاينتها عشان تحدد اسعارها. طيب لغايه يوم 27/9 برضه عشان اؤكد على هذا، تمام، 27/9 اللي جاي هنا، اللي مش لازم كل من قدم الطلب للتقنين عنده مساحه لغايه 27/9 انه يدفع الرسوم المتعلقه بالفحص والمعاينه. حلو قوي، لحد 27/9 اللي قدم طلب التقنين عنده الفرصه ان هو يروح يدفع بقى المفروض زي الايصال مثلا لغايه 27/9. حلو قوي. ليه؟ تمام، لانه لو عدى يوم 27/9 يعتبر من المخالفين، من 14/6 لغايه 27/9 وكنا عاملين لغايه 20/8 ثم مدتوها شويه قرارات اللجنه بس مهندس شريف ان تمديها تاني عشان استجابه للناس وطلبات الناس، فتمدت 27/9. لو عدى يوم 27/9 وما قدمت وما دفعتش رسوم يبقى انت تعتبر كانك لم تقدم طلب تقنين. حضرتك بتتكلم على ملف استرداد الاراضي البناء، هل نفس الجهات الزراعي كمان الزراعي هو الاصل الزراعي هم نفس الجهات اللي مسؤوله عن استرداد الاثنين؟ لا، هي لجنه واحده، لجنة واحدة للاثنين، لكل أراضي الدولة، لكل أراضي الدولة سواء زراعي أو كل أو ما بنا. هو أرض للدولة. أراضي الدولة دي في 8 جهات في الدولة ليها ولاية عليها. في أراضي تابعة للزراعة، وأراضي تابعة للإسكان أو التعمير، قوات مسلحة، أراضي تابعة للمسلحة، أوقاف، أراضي تابعة للأوقاف، الآثار، الري، التنمية الصناعية، التموين، كل ده أو التجارة. اللجنه دي شكلت عشان كل هذه الاراضي، طبعا باستثناء القوات المسلحه، ان يعني دي جهه يعني قادره تحافظ على اراضيها طبعا بسياسه، مش بمنطق القوه، منطق ان عندها استراتيجيه للحفاظ على اراضيها ازاي. استثمار كل ما هو ارض للدوله
اللجنه دي شكلت عشان تحافظ عليه وتسترد كل اراضي للدوله تم التعدي عليها. طب استاذ احمد اخيرا سؤال سريع، الاراضي اللي فيها تعدي بس خلاص تم البناء عليها وفي سكان اوريدي سكنوا في المكان ده، هل في الازاله بيتم التعامل بشكل مختلف ولا برضه هو نفس التعامل؟ ما انا بقول لك عايز تقنن اتفضل قدم قدم. تمام فضل. طب الراجل صاحب خد فلوسه ومشي خلاص، اللجنه عملت حاجه ثانيه قالت انه السكان الموجودين ايوه يمكن ان نتعامل معهم ساكن ساكن، كل واحد يقنن المساحه وضع. بتاعته تمام. ده كل ده خلي بالك لو احنا هنتكلم دلوقتي عندك هتشوفي كم احنا طبعا بنتكلم في حد بنى عماره مخالف وسافر هرب خلاص خد فلوسها ومشي، بس في شقق موجوده هم دول بقى اللي يعني انا بقنن لك ايه مساحه الارض اللي انت بنيت عليها انتوا كشقق قسموا على بعض وقننوا. شوف كب التيسيرات اللي قدمتها اللجنه عشان تساعد المواطنين، لان كان الهدف بالمناسبه الشعار الاساسي بتاع اللجنه اللي اكدت على القياده السياسيه انه انا عايز اسهل للمواطن انه يقنن وضعه، انا مش عايز ظاهره اسمها ظاهره وضع اليد اصلا طبعا، دي ظاهره مش موجوده في العالم كله صحيح. موجوده في مصر والله. احنا كل اللي عايزين نعمله ان احنا نساعد المواطن المصري ان يبقى وضعه مقنن، اللي وضع يده لا يبقى الارض ملكه صحيح صحيح. تمام طيب انا قدمت لك كل ده وقلت لك هقسط لك المبلغ اللي هيتم تقديره عليه وقلت لك انك عندك وقت كل ده عشان تقدم تقنينه، وقلت لك لو عندك مشكله مع صاحب الارض اللي بنى وسلمك ومشي هرب ده انا هقنن لك بشكل شخصي، رغم ان قبل كده كان لازم صاحب الارض اللي وضع يده ده هو اللي يكون مخلص القصه دي بقى. انا عملت لك كل ده انت باقي عليك انك تيجي تقدم طلبك في الفتره دي وتدفع رسوم ويتقدر لك تدفع حق الدوله بالتقسيط عشان تقنن وضعك. اعتقد ان مفيش تسهيلات اكتر من كده، يعني اعتقد ان حضراتكم وفرتوا وفي بعض الاماكن حاجة. وفي الاراضي الزراعيه كمان حصل بروتوكول مع بنك التنميه الزراعي ممكن تاخد منه قرض عشان تسدد حق الارض صحيح. وانت تتعامل يعني زي ما بيقولوا كده من الاخر بالمصري بالمصري ايه عدنا العيب وازح بقى لا صح؟ يعني 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 احنا عندنا بقى كل لان الدوله هدفها الاساسي انها تدعم المواطن طبعا طبعا. فانا بقول لك انا بقنن لك ليه عشان تبقى بعد كده ارضك دي تقدر تستثمرها انت بشكل جيد صحيح. تقدر تستثمرها انك تحصل بيها على مميزات سواء من البنوك او صحيح. او تعمل مشروع انت براحتك صح. انما كل ما انت كنت وضع يد انت كنت قاعد في حاله قلق طبعًا. انا عايز الغي لك القلق ده وعيشك عيشه مرتاحه بالقانون. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمه والتوضيح اللي وضحناه للساده المشاهدين، استاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله بنشكرك وصباحك صباح الخير. نورتينا يا فندم شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل صغير نرجع لحضراتكم مره ثانيه استنونا.
الزمن شاب وانت شابة جوا رايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل ودية واحتمالك هو هو وابتسامتك هي هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية تطلع الشمس تلاقيكي مع جبالية وصبية يا بهية مصر يما يا سفينة مهما كان البحر عادي فلاحينك ملاحينك يزعقوا للريح يوادي مصر يما الله. طبعا احنا بنقول الاغنيه الجميله اللي سمعناها دلوقتي يعني فرقه اولاد حارتنا، فعايزه بقى في البدايه مصطفى أحمد. أحمد الحديري قائد الفريق وعازف العود. اتكلمنا بقى عن الفرقة في البداية طبعا قبل ما تيجي نتعرف على كل أعضاء الفرقة. هي فرقة بنقدم تراث في الكلور المصري حارتنا يعني الفن بتاعنا. بدأتوا امتى يا احمد؟ اتجمعتوا انا شايفه شباب زي الفل وشايفه حوالي 9 هنا معانا صح كده؟ جمعتوا امتى ازاي؟ بدأتوا ازاي؟ من سنة يعني من سنة. كوننا الفرقة يعني كل حد بيغني في فرقة لوحده. احنا طبعا عايزين نعرف مشاهدينا محمود شاكر عازف الربابه اهلا بيك، ومعتز الدين ابراهيم ميزو هو عازف الايقاع اهلا بيك، ومصطفى نبيل عازف الرق اهلا بيك، وطبعا الكورال اللي معانا مصطفى ريان صح مش كده؟ اهلا بيك. ومصطفى ريان ومصطفى عبد النبي مش فيتو وباسم خالد تيتو، لا تيتو فيتو دي عايزين نعرف باسم ومصطفى وسماء الشرباجي صح؟ اهلا بيكي وعبد الله سعيد اهلا بيكم منورنا. احمد هتسمعنا ايه تاني؟ احنا مش هنسيبكم النهارده بقى هنسمع كتير. احنا مش عايزين نرغي كتير طبعا ولازم نتعلم حاجه جماعي ولا حد براحتك انت اختار زي ما انت عايز احنا مع بعض لسه ماشي مصطفى نسمع يلا اللي يلا فيتو فيتو ماشي يلا يا فيتو يا ابو العيون السود
يخلي اه يا لالي يا لالي يا لالي خليك على كيفك تملي يا عيني يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي اه يا عيني يا لالي يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي اه اه سباني اشتكى الورد قال ده من يا لالي ده العناب افتحوا ده العاشق المسكين يا لالي يا عين يا روحي يا سيدي يا عيني يا روحي يا سيدي اه 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 دول عايروني وقالوا لي يا اسمر اللون يا لالي صحيح انا اسمر وكل اللي بدي يحبوني يا لالي يا عقروم في المبل الفل حطوني يا لالي يا عين يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي اه يا عين يا لالي يا روحي يا لالي يا سيدي يا لالي برافو برافو برافو. الله يبيته. الفرقه بقى لها قد ايه وفكرتها جت ازاي؟ يعني احنا يمكن سمعنا حاجه الشيخ امام وبعد كده منير، ف يعني عايزين نعرف برضو فلسفه الفرقه ايه، الاغاني اللي بتغنوها ليكوا اغاني خاصه بيكوا بس ولا لا؟ احنا لسه يعني احنا عملنا حفلتين بس في ساقية الصاوي لسه، يعني انتوا لسه بادئين؟ لسه بقى لهم سنه. بقى لكم سنه. اوكي. طيب مين بقى اللي بداتوا تغنوا لهم؟ يعني انت قلت احنا بناخد من التراث، احنا بنحاول ندور على الحاجات اللي هي ما بتتقالش، اللي هي التراث في الكلور. يعني مصطفى بيغني صعيدي مثلا، حاجات بنجيب حاجات كده مش متغنيه. يعني صعيدي دي قويه قوي. مين بيغني صعيدي؟ انهي واحده بقى؟ نسمع. بيتو ناديني تاني لا ليه لا ولا نسمع. طب يلا يلا مصطفى. ليلي يا ليلي يا 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 ليل يا قلبي يا ما قلت لك ابعد عن الميلين يا قلبي يا ما قلت لك ابعد عن الميلين احنا ولادك يا مصر للفن ميالين وحياتنا فرح وهنا ما نحبش الميلين
اوعى المزوج يغرك لو حرير الوان ابن الوصول مهما يقول عليه الزمان ما يخون قالوا البحر واحد صحيح لكن السمك ألوان والعيش والملح على ابن الكرام ما يهون يا عاجل اسمع كلام القلب من نولان بعيني يا عيني يا عيني شفت العجائب والعجب ألوان وعقت آمن عزولك وعقت آمن عزولك فمهما كلامه لا شفت الحديد لان لكن قلب العزول ما يلي وعيني ليلي يا ليلي يا ليلي وعيني ليلي يا ليلي يا ليلي طب عيني ليلي يا ليلي كلمنا جدي وقلنا والسرع جاي من طينتنا كلمنا جدي وقلنا والسرع جاي من طينتنا قال والفن أصله معانا فرقتنا أولاد حريم شايف النوع ده الفن اللي انتوا بتقدموه الصعيدي والفولكلور الناس بطلت تسمعه يعني هل انتوا عندكم مثلا بلان ان انتوا تحيوا الموضوع ده تاني؟ احنا بنحاول والله يعني بنحاول ندور على الحاجات اللي كانت الحلوه اللي كانت حلوه الحاجات بتاعتنا التراث بقى اللي احنا بنتكلم فيه نسمعها بقى للاجيال الجديده. والحفله بتاعتكم جايه امتى؟ 16 ان شاء الله 16 شهر 9. احمد انتوا جمعتوا بعض ازاي؟ يعني انتوا اصلا صحاب ولا ابتديتوا ولا دارسين كلكم مزيكا واتقابلتوا مثلا في لا احنا اصحاب يعني في بعض اصحاب هم في جزئين ايوه في صحاب وفي ناس جديده يعني جمعتوا الفرقه ازاي؟ يعني انا تعرفت على مصطفى الاول بعدين بدانا نجمع بقى مصطفى لاصحابه وفي ناس تانية في الفرقه على فكره مش معانا برضه هل قريب هيكون في اغاني خاصه بيكم ان شاء الله احنا عايزين نعمل ده لسه بتحضروا للموضوع ده يعني. طب هتسمعونا ايه دلوقتي؟ ماشي سما يلا كان لك معانا على حب قبله
احبك انت بتفاعل مع الاغاني ولو غنيت الدنيا هتبوظ هبوظ الصوت الجميل اللي احنا سامعينه ده. احمد احنا عايزين نعرف بقى لم يعني خطتك ايه او خطتكم ايه كفرقه في نوعيه المزيكا اللي هتقدموها؟ احنا عايزين نعمل اغاني خاصه بينا. ما الاغاني الخاصه بيكم بقى ناويين تاخدوا انهي خط؟ يعني احنا بنشوف في ناس بتلعب على الحاجه الكسبانه تقول لك الاغاني المهرجانات او الاغاني الكوميرشال التجاريه، ولا هتفضلوا دايما بتتجهوا للستايل اللي هو في كلاسيكيه؟ يعني مش محتاجه مهرجانات، يعني مصطفى الاغنيه اللي قالها هي فيها هي مهرجان اهي. اوكي. عيني ليليا يعني هو تراثنا مليان حاجات حلوه قوي. ده التراث، لكن انتوا بالنسبه لكم الخط بتاعكم الجديد او انتوا ناويين ان انتوا تعيدوا مثلا التراث بتوزيع جديد، ولا يبقى ليكوا اغاني ويبقى في اغاني خاصه؟ عايزين تعملوا ميكس ما بين ده وده. الاغاني الخاصه بتاعتكم هيكون تصورها ايه بالنسبه لك؟ يعني ايه خطتك؟ ايه النوع اللي انت عايز فيكم بيكتب كلمات مين؟ هو يعني احنا ممكن مصطفى وفيتو هما اللي ممكن يكتبوا مرشحين ان هما يكتبوا في الفرقه، وتيتو. طب هايل. طب اقول لك ايه، احنا هنسيب الموضوع ده دلوقتي عشان لازم نسمع حاجه، واحنا سمعنا فيتو. طب تيتو مش هيقول لنا حاجه؟ هيقول. في ناس كتير لسه اهو معانا، هو كل واحد فيهم ليه اغنيه ممكن يغنيها صح. طب تمام يلا بلد معلوم. لما تعلم يا حبيبي زود حرماني، علمت الحب يا عيون وسهر الليالي، ولما تعلم يا حبيبي زود حرماني. وبالك بالك مع مين يا
شاغلني ويا شاغلني بعد تسهرني وحرام أقبله على لساني والله سال دمعي سال روحي سال دمعي سال والله سال دمعي سال روحي سال دمعي سال يا مركب ساري سمك يا بولتي يلعب في المية لعبك يعجبني يا مركب ساري يا مركب ساري سمك يا بولتي شراعي والموجة عالي والبدر ينور صار الليالي يا مركز ساري الله الله دي تراث برضو؟ تراث مسلوي يعني. اللي عايزين نشرح بقى للمشاهدين لان مش كل الناس لقطة التراث ده دي حاجات بتاع السمسمية يعني في حاجة اغاني التراث السمسمية اوكي زي اللي بتغني ميني حمام والحاجات دي ايوه طب هي صباح الليل طيب هنغني بقى ايه تاني؟ احنا مش عايزين نسمع بقى عبد الله نسمع يا مهون يلا بلدك يا غريب وتلاقي على البر
حبيب وتروح بلدك يا غريب وتلاقي على البر حبيب مستني يقول لك سلامات هون. الله 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 سلام. انتوا طبعا نورتونا وامتعتونا وبنشكركم شكرا جزيلا، واكيد اول بقى ما تبتدوا الاغاني بتاعتكم هستضيفكم تاني وتنورونا ان شاء الله. نجي لكم في الحفله كمان هتبقى في ساقية الصاوي باذن الله يوم 16 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نورتونا فرقة أولاد حارتنا الغنائية، صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل كده. صباح الورد عليك يا سمر وصباح الورد عليكم، وبكرة إن شاء الله في نفس الميعاد من 9 ل 11 وصباح الورد.